أهلا وسهلا بحضراتكم في سلسلة الفيديوهات التدريبية من بنك المعرفة المصري، اللي هنشوف من خلالها كيفية الوصول والاستفادة لأحد مصادر المعرفة الهامة المتاحة من مؤسسة كابي الزراعية الدولية غير الهادفة للربح، أكبر وأكمل قاعدة بيانات في مجال الزراعة وعلوم الحياة والطب البيطري، واللي بتشمل أيضا مصادر مهمة في مجال الصحة العامة والتغذية والسياحة والترفيه. بنوصل لصفحة بنك المعرفة من خلال كتابة URL الخاص ببنك المعرفة المصري www.ekb.eg، اللي بيفتح لنا صفحة بنك المعرفة المصري. الصفحة دي بتبقى متاحة باللغتين العربية والإنجليزية. للدخول والاستفادة من الصفحة بنضغط على تسجيل دخول. للاستفادة من المصادر المتاحة، المستخدم بيحتاج يكون عنده حساب على بنك المعرفة المصري مفعل. المستخدمين اللي ما عندهمش حساب، اللي بيستخدموا بنك المعرفة المصري لأول مرة، يقدروا يعملوا حساب جديد من خلال الضغط على اشترك الآن مجانا، أو من خلال الضغط على إنشاء حساب جديد. بالضغط على أي من الاختيارين دول بيوصلنا لصفحة إنشاء حساب جديد. الصفحة دي بيكون عليها فيديو توضيحي بيوضح لنا خطوات إنشاء الحساب الجديد وتفعيله بالتفصيل، وبرضو بيوضح لنا الأربع منصات المختلفة الموجودة، اللي هم أربع أنواع مختلفة من الحسابات اللي ممكن ننشئها على بنك المعرفة المصري. للاستفادة من خدمات مؤسسة كابي ومصادر المعرفة المتاحة منها، الباحث أو المستخدم بيحتاج ينشئ حساب باحث أو حساب البحث العلمي والتعليم الجامعي. بمجرد إنشاء الحساب وتفعيله، الباحث يقدر يعمل تسجيل دخول بالإيميل والباسورد اللي هو أنشأ بيهم الحساب الخاص به. بنكتب الإيميل وكلمة المرور وبنضغط دخول، بيفتح لنا الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم. للوصول للخدمات المتاحة من مؤسسة كابي بنضغط على مصادرنا وبنختار مصادرنا باللغة الإنجليزية أو كل المصادر. بالضغط على أي من الاختيارين دول بيفتح لنا قائمة بالمصادر المتاحة ودور النشر المختلفة المتاحة من خلال بنك المعرفة المصري، اللي بنلاقي منها مؤسسة كابي باللوجو الأخضر الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض. بالضغط على اللوجو الخاص بكابي بيفتح لنا قائمة أو بيفتح لنا نافذة صغيرة فيها نبذة مختصرة عن كابي، وفيها قائمة بالمصادر المتاحة من مصادر كابي من خلال بنك المعرفة المصري. كابي بتتيح لنا كاب ابستراكتس، بتتيح لنا كابي اي بوكس للكتب الالكترونيه، وبتتيح لنا كاب ريفيوز. لو ضغطنا على اللينك الخاص بكابي اي بوكس هيفتح لنا الصفحه الخاصه او السيرش انجن الخاص بالاي بوكس على كابي ويب سايت، وده اللي بنقدر من خلاله نعمل بحث عن الكتب الالكترونيه المختلفه. في هذا الجزء من الفيديو هنتعرف على منصة كابي وخصائصها المتعددة. في أعلى الصفحة بنجد قائمة الموقع وبها عدد من الروابط المفيدة للتعرف على مؤسسة كابي ومنصة كابي للكتب الإلكترونية. أسفلها بنجد قائمة بالموضوعات اللي بتمكن المستخدم من البحث عن الكتب المتاحة في أحد التخصصات. بالبحث في أي من هذه التخصصات بنحصل على الكتب في هذا التخصص فقط. أسفلها بنجد شريط البحث اللي بيسمح للمستخدم بإجراء البحث البسيط والمتقدم خلال المحتوى المتاح من المنصة، ويمكن للمستخدم أن يختار النتائج بناء على الموضوع أو على نوع المحتوى. الجزء من الواجهة الخاص بأحدث المحتويات بيعرض أحدث الكتب اللي تم إضافتها للمنصة. للاكتفاء بعرض الكتب الموجودة في مجموعة واحدة فقط من الاشتراكات، يمكن اختيار الرابط في يمين الصفحة، كما يمكن أيضا اختيار الكتب حسب نوع المحتوى. يمكن إجراء البحث البسيط بكتابة الكلمات المفتاحية في شريط البحث، ويمكن استخدام عدد من أساليب البحث عن المحتوى زي علامات التنصيص ومعاملات النظام البوليني والبحث عن العبارات وأسلوب البتر.
بمجرد عرض الضغط على البحث وعرض النتائج بنجد على يمين الصفحة مجموعة من الاختيارات اللي بتتيحها المنصة لتنقيح النتائج المعروضة مع إمكانية اختيار طريقة ترتيب النتائج المعروضة. يمكن أيضا تضييق نطاق البحث ضمن مجموعات الكتب اللي بيتيحها الاشتراك الخاص بالمستخدم أو طبقا للمؤلف أو النطاق الجغرافي اللي أجريت فيه الدراسات وليس بالضرورة نفس المكان نشر الكتاب أو طبقا لنوع المحتوى أو على حسب بعض الكلمات المفتاحية من اللي بيتم اختيارها من قائمة محتويات الموضوع. باختيار رابط نتائج إضافية بيتيح إظهار اختيارات إضافية في نافذة مستقلة. باختيار أحد نتائج البحث بيقوم المستخدم بفتح الصفحة الخاصة بهذا المحتوى. في هذه الحالة فإن المحتوى قد يكون كتاب أو فصل من كتاب. على يمين الصفحة بنجد عمود بيعرض بيانات التبويب المكتبية الخاصة بهذا الفصل، كما يعرض وصف للكتاب الذي يحتوي على هذا الفصل، وكذلك رابط للحصول على الكتاب بأكمله. بنجد أسفل ذلك ملخص للفصل وكذلك روابط للوصول لباقي فصول الكتاب. للاطلاع على الفصل يمكن الضغط على زر عرض الفصل. الفصل بيكون موجود على المنصة في صورة ملف بصيغة PDF يمكن للمستخدم تنزيله أو طباعته أو طباعة نسخة منه باستخدام الاختيار المقابل في شريط القوائم في أعلى الصفحة. لشراء نسخة مطبوعة من الكتاب يمكن الضغط على زر متوفر نسخ مطبوعة والذي يقود المستخدم لمنصة شراء الكتب من كابي. كما ذكرنا سابقا فإن الضغط على زر مزيد حول الكتاب يفتح صفحة الكتاب الكامل. محتويات صفحة الكتاب الكامل مماثلة لصفحة الفصل، ولكن بنجد خاصية إضافية هي تحليل بلوم أو بلوم أناليتكس، وهي خاصية بتستخدم تحليل البيانات حول العالم لتعطي فكرة عن كيفية استخدام الكتاب. الجزء الخاص بالمشاهدات بيعطي إجمالي عدد المرات اللي تم فيها عرض الكتاب. الجزء الخاص بروابط خارجية بيعطي عدد المرات اللي تم فيها استخدام رابط وصول للمحتوى من سجلات المكتبات أو من رابط وصول. محفوظات بيعطي عدد المكتبات التي تحتفظ بنسخة من الكتاب. القراء بيعطي عدد القراء الذين قاموا بإضافة هذا الكتاب لمكتبتهم. وعدد الاستشهادات هو عدد المقالات المدرجة في كروس ريف اللي استشهدت بالكتاب. بالضغط على زر تحليل بلوم بيعرض صفحة مقاييس تحليل بلوم بالتفصيل، وكل محتوى له مقاييس تحليل بلوم مختلفة مرتبطة به. لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل معنا على training@cabi.org. شكرا جزيلا.